حبايبي بريك وان، تعالوا كده مع بعض ان شاء الله نشتغل كويز نمبر 2 ونتعرف على افكار الدرس الاول والثاني مع بعض. احنا شغالين باور، فانت المفروض تحافظ الرول بتاع الباور. هل هنا بقى سؤالي، هل ينفع لما الاقي بلس اعمل ادنج للباور وعندي هنا سي بيز؟ اقول له لا، انا عندي رول في المالتبلاي وفي الديفايد، تايمز وديفايد. لما يبقى هنا عندي بلس انا ما اقدرش اعمل ادنج للباور. يا مستر ما هو سي بيز برضه لا. طب امال اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه حاجه زي كده حبيبي هنشتغل يوزنج كالكوليتر. هنا انا طبعا عارف ان دي 8 ودي 8 تبقى الانسر المفروض 16. طيب دي الانسر بتاع الكالكوليتر، طب هل تنفع؟ او بص هتروح هنا انا عايز 16، يبقى هتبتدي تسال هل 2 باور 6 بالكالكوليتر هتديني 16؟ هل 2 باور 9؟ لا. هل 1؟ لا، يبقى دي الانسر بتاعتك. يبقى انت بتراجع رول، انا عندي بلس لا اشتغل ادنج للباور ولا سبتراكت للباور. تعالى نشوف انذر اكزامبل. الراجل الجميل ده بقى قال لك طب خلاص يا عم، طالما انت فايق ادي 2 وادي 2 وادي تايمز. تقول له بقى هنعمل ايه؟ هنا البيز ايكوال، نروح جايين ناخد 2 ونعمل ادنج للباور تبقى 8. طب موجوده؟ ايوه. فانت مش محتاج يوزنج كالكوليتر. مساله جميله، مساله بسيطه. تعال نشوف انذر اكزامبل. بص كده معايا. هنا بقى في بلس، ده انت قلت يا مستر ما العبش في بلس. بص بقى هنا انا عندي 3 باور اكس 3 باور اكس 3 باور اكس. طالما بلس يبقى انت تقول انا هلعب لعبه الكومن فيرست تيرم. فانا هاخد ال 3 باور اكس كومن واعمل برانثيز. ال 3 باور اكس لما عملناها ديفايد هنا 1 وادي بلس، دي كمان ديفايد تديني 1 وادي بلس، دي كمان تديني 1. تبقى الانسر بتاعتي 3 باور اكس ودول اعمل لهم بلس يبقى 3. وصلت اهو للرول اللي انت علمتها لي. البيز ايكوال ناخد واحده ونعمل ادنج للباور، تروح تدور موجوده فين؟ اهي يا مستر موجوده نمبر دي. مساله جميله. بلس اول تيرمز ايكوال، ناخد كومن نعمل برانثيز، دي ديفايد اتسيلف ب 1 وتكمل وراجع مع نفسك. تعالى بقى نشوف انذر اكزامبل. بص معايا. هنا بقى هو مديني نمبر، سواء بقى ديسيمال ميكسد نمبر هول، وهنا عايز ده هل ينفع اعمله كونفرت يبقى تو ذا باور؟ اقول له بص تعالى واخد الراجل ده في الكالكوليتر، فده كانه 27 اوفر 1000. ادي الكالكوليتر حولته لي ديسيمال. بص بقى معايا الراجل الجميل ده بقى هنا هو عايز 3 باور 10، فانت ممكن تجرب، اكيد طبعا الوان لا، تجرب الباور هنا 2، تجرب الباور هنا 2، هل هتديني 27 اوفر 1000؟ برضه لا. هتعمل تجرب، انت بتجرب، فتبقى الانسر بتاعتك انها تديها لك، لانك لما تاخد 3 اوفر 10 اول باور 3 هتدي لك الانسر ديت. يبقى انت كده بدات تشتغل كويس. تعالى كده نشوف انذر اكزامبل. بص معايا الراجل الجميل ده هنا بيقول لي additive members متدرب عليها مستر من جريد 6، يعني انا هعمل تشينج للساين. طيب انا معايا ده باور، اقول له لا ده يوزنج كالكوليتر هيديني كام؟ هيديني 1. يبقى انت تبتدي تلعب مع ال 1.
تجيب له تشينج ساين ادي الانسر. فانت لازم تبقى فاهم قبل ما تستخدم الكالكوليتر. تعالى نشوف انذر اكزامبل. بص كده الراجل الجميل ده. هنا 2 هنا 3. هل لما يبقى البيز ديفرنت اقدر اعمل انمي باور؟ لا. هنا ديون لما يبقى الباور هو الايكوال. الباور هو الايكوال. اعمل ايه؟ او اخد البيز اعمل لهم تايم 2 تايم 3 6 والباور ما لعبش معايا. ادي الانسر. فدي فكره ورول لازم تبقى عارفها. تعالى نشوف another example. هنا بيقول لي ايه باور اكس ب 2؟ ايه باور واي ب 3؟ انا عايز ايه باور اكس بلس واي؟ بص حبيبي انا الايه باور اكس بلس واي طالما هو عامل ادنج يبقى دي اكيد ايه باور اكس قايم ايه باور واي. كمان مره الراجل ده لما تلاقيه عامل ادنج للباور يبقى اكيد مسالتك تايم. لو كانت ماينس يبقى اكيد مسالتي ديفايد. طب هو انا محتاج افك؟ اقول له ايوه. علشان ايش الاي باور اكس الفاليو بتاعتها 2 والاي باور واي الفاليو بتاعتها 3 تبقى الانسر بتاعتي 6. ركز هنا بلس يبقى دول كانوا تايمز وعملت ادنج للباور. لو كانت ماينس يبقى انا اكيد عمل سبتراكت للباور. تعال نشوف another example. الراجل الجميل ده بيقول لك كوارتر. كلمة كوارتر معناها 1 over 4. كلمة اوف معناها تايمز. وادي نمبر 2 باور 6. بص يا حبيبي لما يبقى ده 2 يبقى لازم ده يبقى 2. طب والفور؟ هي 2 تايم 2 بس انا بشتغل باور يبقى هنا 2 باور 2. طب ده فراكشن يبقى معناها 2 باور 16 اعمل لها 2 ديفايد 2 باور 2 مسالتي سيم بيز ناخد 2 ونعمل سبتراكت للباور. ادي الانسر. كمان مره قال لي كوارتر يبقى 1 اوفر 4. لو قال لي كلمة ثيرد تعملها 1 اوفر 3. لو قال لك كلمة هاف تعملها 1 اوفر 2. لو قال لك كلمة فيفث تعملها 1 اوفر 5 وتحولها ديفايد وتعمل سبتراكت للباور. تعالى كده نشوف another example. هسيبك تفكر علشان المسألة دي بنجمع فيها الرول مع بعض. بص حبيبي هنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 3 يبقى دول ما يشتغلوش مع بعض عشان ديفرنت بيز. هنا انت لازم تعرف وتقول اول حاجة الباور ده اود ده كمان اود. الاود يعمل لنا لما يبقى حاجة نيجاتيف يرميها بره ولو ايفن يعمل لها تشينج. طيب بص بقى معايا انا راجل على قدي انا عندي نيجاتيف 4 او واحده داون يبقى الاثنين دول مع بعض اخد منهم واحده طالما زي بعض في كل حاجه واعمل سبتراكت للباور. كمان مره نيجاتيف 4 او نيجاتيف 4 داون ناخد منهم واحده ونعمل ماينس للباور. مسألتي منهم تايمز هنا نيجاتيف 3 عندي اب وداون ناخد واحده واعمل ماينس للباور. يبقى انت عايز تبدا تقول الاود وترمي النيجاتيف صح بس لو لقيت البيز زي بعض في الصايد ما تلعبش وتضيع وقت ما تتعبش اكتر من مره. نيجي بقى نقول ادي نيجاتيف 4 هعمل ماينس يبقى 2 ادي نيجاتيف 3 اعمل ماينس 2. طب لو سمحت يا مستر ما ينفعش ادخلها في الكالكوليتر؟ اقول لك لا هنا لازم الستبس
لازم. تعالى بقى نكمل. دي اقدر دلوقتي اعمل لها يوزنج كالكوليتور؟ ايوه، هتدي لك 16 وهنا 9 وتعمل ملتبلاي. ايوه، انا ممكن في اخر خطوه يوزنج كالكوليتور اقول لك ماشي. ركز، الستيبس مهمه. تعالى شوف انذر اكزامبل. بيقول لي سمبليفاي. حلو خالص، انا معايا براكت جوه باور وبره باور، يبقى الباور ده هنعمل له ديستريبيوت. يبقى الباور يقول لي نيجاتيف 4، الباور يروح للاي باور 3، ويروح كمان للبي اهو. يبقى دي اول حاجه بعملها ديستريبيوت، وزي ما اشتغلنا اب هشتغل داون. نيجاتيف 2 هتاخد الباور 4، ايه هتاخد الباور 4، بي هتاخد الباور 4. يبقى اول حاجه انا عملت ديستريبيوت. دي هستخدم الكالكوليتور؟ ايوه. ودي هستخدم الكالكوليتور؟ ايوه، مفيش مشكله اهو. وتحت ادي اهو برضه 16. بص بقى، لما يبقى عندي نمبر مور باور فانا بعمل تايمز للباور، يبقى هنا A باور 6 وهنا B باور 8. داون عندي A باور 4 وهنا B باور 8. بص بقى، اكيد 16 تكنسل 16، انا مش محتاج اغلط. انا معايا بقى هنا A up A down، ناخد واحده واعمل ماينس للباور 6 ماينس 4. طب لو حليتها على طول يا مستر تنفع، واقول تايمز عندي بي ابو دبل تبقى 8 ماينس 8. هنا تديني 2 ودي تديني 0، واي نمبر اي فاليو تو ذا باور 0 دي ب 1 تبقى الانسر بتاعتك اهي. خد بالك معايا وما تخافش، بس انا ما خلصتش. الراجل ده بعد كده بيقول لك انا عايز النوميريكال فاليو ات A ايكوال 2، يبقى انت بتيجي بقى اخر خطوه هنا ال A 2 تبقى A باور 2. باي باي انت بقى خلاص عشان ما يدخلش معانا، وتبقى الانسر بتاعتك. نقول تاني بالراحه، انا عندي 2 عملت ديستريبيوت، تبقى 3 جوه 2 بره، هنا 4 2 بره. ننزل داون، ال A خدت 4 وال B خدت نفس الكلام. لقينا هنا B up و B down لايك تيرم في كل حاجة ب 1، و 16 16 برضه ب 1. إيه بقى اللي ناقصني؟ هنا إيه وهنا إيه؟ عملت ماينس للباور، ولما يقول لي نوميريكال فاليو يبقى أنت بتعمل سبستيتيوت. قول ذا ليست. يا ترى الكويس في حاجة تاني؟ تعالى خلصنا. A equal B equal C equal. أنت بتيجي هنا وتعمل سبستيتيوت ال A نيجاتيف هاف all باور 3 أو تايمز ال B 2، يبقى دي 2 باور 2 أو تايمز. أنا خلصت A B خلاص، يبقى مفيش تايمز يا مستر. نكمل بقى بلس هنا B، انت قلت ال B 2 يبقى 2 باور 2، يبقى انا شغال هنا. C اقول تايمز ال C بتاعتي ب 3 كوارتر ماينس، وادي ال 8. بص بقى، A B C يبقى تايمز الفاليو بتاع A نيجاتيف هاف بلس، سوري تايمز النيجاتيف بتاعت ال B هنا 2 وكمان 3 كوارتر. يبقى انا عملت سبستيتيوت. تقدر دلوقتي بص بقى تاخد الاثنين دول مع بعض يوزنج كالكوليتر، تاخد كل دول مع بعض يوزنج كالكوليتر، تاخد كل دول مع بعض يوزنج كالكوليتر. هنا هتدي لك نيجاتيف 8 سوري 4، وده نيجاتيف 8 هتدي لك نيجاتيف هاف.
دي 4 هتكنسل ال 4 تدي لك 3. النيجاتيف دي تكنسل النيجاتيف دي، وادي هنا 4 و 2 تكنسل ال 2 يتبقى لي 6، يبقى بلس 6. كل ده في الكالكوليتر واجيب الانسر. يبقى انت هنا لازم برضه لازم ستيبس سبستيت بالA والB، بلس اكتب بلس، فاليو B، فاليو C، ماينس اكتب ماينس، 8، وبعدين A B C يعني كلهم تايمز، وبعدين اجيب الفاليو بتاع each term، وبعدين اجيب الفاليو بتاع المسألة كلها باي يوزنج كالكوليتور. أنا مش عايز أطول عليك عشان يبقى الفيديو صغير. All the best. أعتقد ده الكويس كله خلص. All the best. شكراً.